لله على السلامة يا بطل. حضرتك أنا عويل مش بطل. مفيش بطل يضربوه على قفاه. لما أقول لك بطل تبقى بطل. هو فيه بطل فايز على طول؟ ها؟ الحصان نفسه تلزم وقع يقع ويقوم. البطل في قومته بطل مش في وقعته. يبقى لما أقدر أقوم ابقى قول عليا بطل. الصبح الصندل مستنيك تطلع بيها المخزن. تاني يا خال؟ محدش هيركب الصندل غيرك. عيال ابو هيبة ما تكشش. مالك؟ في ايه؟ فاكرني حسيب اللي طخك ها؟ بس ده مش اوانه. اصبر تنول يا طه، اصبر تنول. طبعا ما تقربش على كريمة أمك وعرة. سيبها لحد ما نشوفه هنعمل ايه. تلم هدومك، هنرجعوا البلد النهارده. كيف البلد يعني؟ انا في الكليه. انت ناسيه؟ ما هنقعدوش يوم تاني هنا خلاص. كفايه اللي عملته، هستنى ايه تاني؟ انا ما عملتش حاجه. من اولها بتبيت برا البيت يا واد صباح. من اولها تهرب من غير ما نعرفه. ده بكره وعدى عليه العيشه برا البيت يقول يا غربتي. يا امي انا مش زي اي حد. ولا ابوك زي اي حد، ولا زي حاكم وعياله. احنا حاجه وهم حاجه ثانيه خالص. طب وانا مالي ومالهم؟ انا في حالي. نرجع البيت وبعدين نتكلم. امي حتى لو سافرت معاكي تاني يوم هرجع. انا خلاص ما ناويش ارجع لورا تاني. انا شفت عينيا فتحت، بيجي في حاجه بحب اعملها. عرفت الطريق اللي بحبه وعايز امشي فيه. كنت فين يا واد صباح؟ كنت برسم. ترسم؟ والرسم عايز الشارع في ايه؟ يا امي انا برسم عشان الشارع، مش برسم عشان اتفرج على رسمي. نفسي الدنيا كلها تشوف رسمي وتتكلم. لا انا تاجر ولا عايز ابقى غني زيهم. شارع ايه ورسم ايه؟ انت 17 سنه ولا كام عمرك يا دوب؟ يا ولدي التفت لحالك. مالنا احنا ومال الشارع؟ انا قصدي الناس، الجمهور. قصدي اللي رايح المدرسه واللي رايح الجامعه واللي رايح شغله. نفسي الدنيا كلها تشوف رسمي، ابقى جزء من حياتهم. انا ارسم وهم يتكلموا. انت اتخوت في مخك يا واد. مش هنقعد هنا يوم تاني خلاص. يا امي مش هينفع. بلاش يا امي، بلاش تخليني اهرب منك على طول. سيبيني اتنفس اروح واجي. ولا عايزين ابقى من رجاله ابو هيبه؟ ده في مزه جاي، عايزك تضيفيها كده تقعديها بره لغايه لما اخلص شغل. يلا. الباب يلا. هو مش ده مسكين؟ عم يوسف. يا سلام يا سلام.
مش ممكن اي حد في الدنيا يغلط في ريحة سهيل، ولا جمال سهيل، ولا حلاوة سهيل. جبت لك ساعة يا حبيبي ما حصلتش من سويسرا. تسلميلي. انا بسالك يا حبي. لا يا قلبي. هو انت جيتي امتى؟ بقالي يومين. ومسافرة امتى؟ كمان يومين. برضه ما بتجيش لي يا سيا. هي مين دي؟ ليه؟ اصلها لابسة قميصك برضه. هخلص شغل وهجيلك على طول. انت مش ناوي تنساها؟ مش لما اخد بطارها الاول؟ مخلص عمر. بس لعبتي انا اللي اكسرها بنتي، محدش تاني هيكسرها قولي. مش هتقوم يا فارس؟ مش هرجع بقى ده تاني كده. يبقى انت عايزه ينتصر علينا يا ماما. انا تعبت. والراجل ده ايه؟ كذاب على اناني، على بتاع ستات، على وسخ، على كل، على انا مش هرجع له تاني. تبقى عايز تموت امك يا فارس؟ ده انت اللي باقي لي بعد ما الكلب ده رماني، خد مني كل حاجه، خد فلوسي وعماراتي ومالي، ورماني هنا عند ابويا زي الكلب عشان ياكلني المرض. لو فاكر اني هقدر عليه تبقى غلطان. انا بقالي سنين نفسي ارفع عيني في عينه ومعرفتش. كل ما بقرب بلاقيه بعيد، كل ما بكبر بلاقيه فوق راسي. ما خدتش اي حاجه من عادتي جنبه غير اني بقيت مدمن قمار. ما شفتش في حياتي اب بيكره ابنه زيه، ولا ابن بيكره ابوه زيي. لو فاكره ان انا خايف منه تبقى غلطانه. انا ممكن اخلص عليه بطلقه رصاص واحده. اللي مانعني مش اني خايف اقتله، اني مش عارف. كله تمام يا عمي، صرفنا الكمية كلها. حسبت اللي اتسرق يا جمال؟ عمي اللي اتسرق. عمرك سمعت عن حد سرق ابو هبة؟ واللي سرق ما طيلهوش يدي؟ الموضوع ما هيتكررش، واللي هربوا بالسلاح ما هيعملوهاش تاني. اللي فحت فحت يا ماهر. طه راجع الحمد لله زي الفل، صخ سليم. عمك مشغول شويه. اه بالصفقه الجديده. الدور ده انا اللي هوزعه. طيب ماهر،
أنا اشتريت غابة كبيرة في فنلندا وبقى أشوف نشاطها وقول لي. ربنا يبارك يا عمي. بتراقب بقالك يومين بتراقب. أنا مالي وما رجلته. خلص وما تظهرش غير لما تخلص. اهي جدك اللي على مالي. جد 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 عادي متعيب علي. صلي على النبي يا تيتا. عليه افضل الصلاه والسلام يا حبيب قلبي تيتا. كان في مره واحد اسمه جد ابو هيبه بيقعد عند الكبار يقعد يشتغل كتير ويسيب حمزه وتيتا قاعدين. راح حمزة ركب أدهم لوحده. وبعدين؟ تعرف إن أنا بعرف أجري بالحصان لوحدي؟ طبعاً يا حبيبي، ما أنت فارس زي جدك. أمال حمزة فين يا غنيمة؟ إيه؟ كان هنا من شوية، معرفش يا أخوي. أنا أهو، مش شايفني ولا إيه؟ إيه الصوت ده؟ حمزة فين يا غنيمة؟ أنا أهو يا جدو، مش شايفني ولا إيه؟ معقولة؟ حمزة هنا حبيبي حبيبي شغلي كايرو مفيش في القلب غيره يموت هو في عذابي أموت أنا في خيره حبيبي 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 شغلي كايرو. شفت حمزة غريبة؟ بيجي انا شايفاك سرحان وعرجان وعمال تمسح في عرجك وفي الاخر الجاك بترسم حجر. حجر يا امي انا دراستي كده لازم نرسم كل حاجه وبعدين مفيش حاجه ملهاش روح. يعني المكتب ده ليه روح؟ طبعا ممكن اخليه يبكي واخليه يضحك كمان. انت عيان سخن يا واد ازعك في ودنك عشان تفوق. طيب يا أمي أنا فاهمك بالروح. يعني مثلا المكتب ده لو لمعناه وخليناه بيبرق ونضيف شوف كأنه مبسوط وبيضحك. صح كأنه بيضحك. ولو خليناه مطرب وعفش مش يبقى كأنه زعلان وبيبكي؟ كان الإهمال والأذى بيبكي ويزعل والنظافة بتريح. ربنا ينصرك ما يضرك يا ولدي. ربنا معاك. بقينا متعلقين بحمزة للدرجة دي؟ متضايق اني مسافر وحسيب حمزة. معقولة يا هبة عاوز تدسه في قلبك وتمشي بيه؟ خايف عليه يا هبة؟ أمه وأبوه ما بيجيوش يشوفوه خالص. وبعدين يا هبة وبعدين؟
مش عايز كلام كتير، خلص. فاهم يعني تخلص؟ حضري الحمام، حضري الحمام، عايز انزل. يلا كابوس ولا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حمزه، بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب الميه يا غنيمه، اشرب الميه. حمزه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش الطيارات كده برضو تكسب جدك؟ ما تزعلش يا جدي، ما بحبش الحاجات اللي بتقع. إذا أراد الله شيئا كان. خلاص بلاش طيارة. لو بتحبني ركبني أدهم. يا سلام حمد. أدهم
فين فيها حمزه؟ انا فوق وانتوا تحت. عشق يا غنيمة، بصتك تحير. البصة في وشك عبادة يا هيبة. لو أخوك سمعك يقول إيه؟ هيقول إيه عاد؟ هيقول متربية وبتقضي ربنا في جوزها. رضاك ما رضا ربنا. وراك سفر. أمال الأستاذ حمزة فين؟ ولا عاوز انا اسافر من غير ما اسلم عليه؟ ما لاقيهوش من الصبح. ليه؟ يكون راعي ذكيه ولا ايه؟ عارف يا هبه، حمزه دي بحس انه ولدي مش واد بنتي. خلي بالك على حمزه يا غنيمه، اوعي ذكيه تعلمه الشر، ما نكساش كفايه علمته لاخويا. ربنا يسلم يا اخوي. اقول لك، هات العربية اللي جبتها لحمزة في الليل. واه؟ خليها بكرة لما تجي بالسلامة نبقى نطلعها له. ما هستحملش، لازم اديها له دلوقتي. ها فين العربية؟ دستها في حتة، هجيبها حاضر. اجيبيها وتجيب الريموت بتاعها. كان لعب حمزة دي، أنت بتجيبها لنفسك مش للوعد. حمزة، حامد، فين سيدك حمزة وفين حامد؟ خرجوا بعدها مع عم أمين.
ابويا ده غريب قوي، اول مره يطلب يشوفنا قبل ما يسافر. ربنا يستر، شكله هياخد مني الشغل ويديهولك انت. هيحصل يا عطيه، هتشوف. مش كده يا احمد ولا ايه؟ هترد يا عم احمد، شكله متضرر من المشوار.